ترأس صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في القيادة العامة صباح اليوم اجتماع المجلس الأعلى للتقاعد العسكري بحضور كل من سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز الأمن الوطني وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان ومعالي الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية. وبحث المجلس خلال اجتماعه ما يتعلق بسياساته العامة لمنجزات وإدارة صندوق التقاعد العسكري من حيث اللوائح والأنظمة الفنية والإدارية، كما ناقش الخطط الاستثمارية المتعلقة بإدارة واستثمار أموال صندوق التقاعد العسكري إلى جانب النظر في السياسة العامة لصندوق التقاعد العسكري المستقبلية. وأثنى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على الجهود التي يبذلها الأعضاء ومدير عام صندوق التقاعد العسكري، وحث معاليه على مواصلة طرح الأفكار والرؤى في هذا المجال والتي من شأنها ضمان استمرارية وتطوير صندوق التقاعد العسكري والحرص على أموال المتقاعدين ووضع أنظمة وقوانين كفيلة بتحقيق تلك الأمور وتحقيق المزيد من المزايا. حضر الاجتماع اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية واللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية واللواء إبراهيم عبد الله المحمود المدير المالي والعميد عادل عيسى الزياني مدير عام صندوق التقاعد العسكري.